السلام عليكم. اليوم عندنا قصة جديدة وكنتمنى تعجبكم وكنتمنى تسمعوها حتى الاخر، وكنتمنى من اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك وفعل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسوش الدعم للقناة باللايك، وشكرا لكم بزاف. ليلة عرسي زوين بزاف، كل شي فيه على حقه وطريقه، عرس أسطوري بكل ما كتحمل هاد الكلمة من معنى، من القاعة للأكل الأوركسترا والدقيقية. أما النقافة خلاص أحسن نقافة فيك يا بلادي. أحبابي كلهم حاضرين إلا أنا غايبة. أنا بسمة في عمري 26 عام، كنكره شي حاجة سميتها الزواج بحكم أختي اللي كبر مني الله يرحمها تكرفصات في زواجها، والسبب ديال موتها هو راجلها. كرهت الزواج واللي يجي منه وقررت ما نتزوجش نهائيا. ولكن شكون خلاك؟ فجأة لقيت راسي حاصلة هاد الحصلة وجالسة بارزة حدا عريس كلمة بوغوص قليلة في حقه. ايش غدا نقول لكم؟ راه من حور الجنة، الطولة والتجريدة الزين والعقلية، وحتى العاقة كاينة وبزاف كاريزما. السيد تقولو خارج من شي مسلسل. بلاتي غنبدا لكم السيناريو من الاول. سيناريو، حيت هادشي اللي كنعيشو مجرد تمثيلية دايرها انا ويحيى. يحيى هو راجلي المزعوم. كنت انا وماما عند جارتنا لاله فضيلة، جا ولدها من فرنسا ومشينا نقولوا ليها على سلامته، او بالاحرى ماما اللي بالذات عليا نمشي معها. وتما فين كتبدا قصتي مع هاد الزويجه. قالت لالا فضيله: اختي سعاد بنتك زوينه تبارك الله، علاش باقا لدابا ما تزوجاتش؟ قلت ليها: علاش خالتي فضيله، علاش كترشي الملح على الجرح؟ هادشي قلته غير في خاطري، انا ما نطقتش، خشيت راسي في تليفوني وطالقه ودنية معاهم ودايره راسي خارج التغطيه. ماما قلبها طايب غير على سبه، كي نخزاتها لالا فضيله ما بقاتش باغا تسكت. قالت: واش غنقول لك، محمقاني ما خلى من جا خطف فيها غير شكون وشكون، وهي تقول واش بغات تتزوج. وبدات كتبكي. قالت لالا فضيله: وعلاش اختي مالها؟ وانا قلت في خاطري: بطبيعه الحال مازال كتسولوا علاش ومالي، بحال ليلى ما كفاتش اختي رانيا الله يرحمها، غصبوها في شبابها وزوجوها لواحد عديم الرحمه، جميع انواع العنف جربوا فيها، كانت مسكينة صابرة ما كتحكي ما تشكي، حتى داموا الأمانة أمانته. قالت ماما: ما عرفتها مسحورة ولا متقفة، ما تحمل حس الزواج ما تقبله، والله ما عرفت اش ندير ليها، واش نفوسخها ولا اش ندير. قالت لالا فضيلة: هادو هما ولاد اليوم، ما عرفت مالهم مع الزواج، حتى ولدي يحيى 29 عام في عمره وما باغي يتزوج، غيسطيني هاد الولد. حتى كيدخل يحيى وكيجاوبها. قال: بغيت غير نعرف اميمتي، اش مشاليك الى انا باقي بلا زواج، راني باقي صغير الله يهديك. يحيى سمع الحوار كامل ديال ماما وماما. وقالت لالا فضيله: هانت يا اختي سعاد كتسمعي بودنيك، ماشي غير انتي حتى انا، هذا غيهبلني غيدي لي عمري. وبداو يتبكاو لينا بجوجات، حتى لقيت راسي انا ويحيى كنسكتو فيهم على سعدنا ووعدنا. والصراحه بقات فيا ماما، بغات تهنى عليا وتشوفني بداري وراجلي وولادي، خصوصا وصلت ل 26 عام وولات خايفه نبقى بايره وهضره الناس ما كترحمش، المجتمع اللي ما كيرحمش سواء المزوجة ولا المطلقة ولا العزبة. ناري وش حال تباكاو، البكاء ديال المجروحات
قطعوا لي قلبي. وحتى يحيى تأثر بزاف، بقات فيه ميمتو بزاف، وهو يقول صافي يا ماما أنا قررت نتزوج وبهاد البنت اللي قدامي. كيقول يحيى من صغري وأنا في فرنسا اداني بابا صغير وعشت تما طفولتي بعيد على ماما، حيت بابا ما بغاش يدي ماما واخواتاتي البنات لفرنسا. علاش ما عرفتش، انا براسي لحد الان ما عارفش، يمكن حيت ما بغاش يخلي جده بوحدها. ربي اللي كيعلم، حيت بابا دابا 5 سنين باش مات، من بعد ما توفى انا اللي تكلفت بمشاريعنا تما، وهاد العام قررت ندخل البلاد ونحول كل شي استثماراتنا للمغرب. ومن نهار جيت للمغرب وحطيت رجلي في الدار وماما فاضحاني على الزواج، حتى لذاك النهار اللي جات عندنا خالتي سعاد وبنتها جيراننا في الدرب القديم قبل ما نتحولوا لهاد الفيلا اللي عايشين فيها دابا. ماما وخالتي سعاد أهمهم واحد، ماما بغاتني نتزوج ونستقر، وخالتي سعاد بغات بنتها تزوج وتهنى من جهتها. أهلا ما فهمت، بنتها رافضة نهائيا الزواج بحالي، ولكن اللي عنده ميمات بحال هادو اللي عندنا ما يرتاحوا حتى يتعشاو بينا. وقررت نتغدى بهم أنا قبل ما ينويو، قلت صافي يا ماما أنا قررت نتزوج وبهاد البنت اللي قدامي. كلامي نزل عليهم كي الصاعقة، اتصدموا كاملين، كل شي تزيزن، وبقاو كيشوفوا فيا بثلاثة شوية. وهي تفيق ماما من تأثير الصدمة وقالت الله يا ربي الله الحمد لله غنشوف وليدي بارز. وجا اليوم اللي تحقق فيه حلم ميمتي، وها أنا الليلة بارز، ولكن الحقيقة حاجة أخرى. هذاك النهار طلبت من ماما وخالتي سعاد نهضر مع بسمة بوحديتنا، وأنا مواعدهم باللي غنخليها توافق عليا. وفعلا اجلسنا بوحدنا، قالت بسمة شوف أنا ما باغاش نتزوج بلا ما تبرزت راسك معايا. قلت ليها شفتيني أنا غير باغي نتزوج، راه غير باغي ندير الخاطر لماما. قالت بسمة انت دير الخاطر لامك وانا مالي. قلت ليها حتى انتي ديري الخاطر لامك. وهي تقول شوف الله يرحم لك الوالدين بركة من الطنز العكري ولعب الدراري الصغار، انا ما بغاش نتزوج بيك. قلت ليها يحصل لك الشرف تتزوجي بيا ونشوف فيك، وانتي اصلا ما فيكيش ما يتشاف. اندهشت، صدمتها، يمكن قللت منها ولكن ما كيهمنيش، المهم نلقى حل لماما. بس ما بقت ساكتة وانا نقول شوفي سمعيني حتى الاخر وقري، انا مازال باغي نعيش حياتي، مازال الاستقرار وديك الروينة ما على باليش بيها، داكشي باش ما بغيتش نتزوج ونظلم شي بنت الناس معايا، وانا ما نضمنش راسي نشد معها الطريق. ندوز شهر ونطلقها، مشكلتي عشاق ملان، والا ما تزوجتش ماما ما غتخلينيش مرتاح، غتبقى مبرزطاني. وحتى انتي ما باغاش تزوجي، غنتزوج انا وياك غير على الوراق وصافي، وغادي نديك معايا لكازا، تما فين غندير الشركه ديالي واستثماراتي اللي ناوي نديرها في المغرب. انتي عندك الاختيار، الا بغيتي تخدمي خدمي، المهم سواء خدمتي ولا لا غندير لك مصروفك الشهري، وعيشي حتى انتي حياتك كيف ما باغا، انا ما ندخل فيك وانتي ما تدخليش فيا، تفاهمنا؟ بس ما بقات ساكتة شحال وكتدور هضرتي في راسها. قلت ليها اشنو قلتي؟ وهي تقول خاصني وقت نفكر. قلت ليها ما كاينش وقت بزاف، فكري مزيان حيت الا رفضتيني.
ماماك ما غتصبرش عليك بزاف وغدا تزوجك، اللهم نديرو مارياج بلون انا وياك وبجوجنا نتهناو من الكير والبكا ديال مواتنا، وفي نفس الوقت نفرحوهم، راه في مصلحتنا بزوج. وهي تقول بسمه اوكي موافقه، بشرط ما بغيت لا عرس لا والو، ماشي معقول نكونوا دايرين تمثيليه ويخسروا علينا دارنا الفلوس على زواج غير على الوراق. قلت ليها غنديروا عرس وعرس كبير نفرحوهم بيه، وبالنسبه للتكاليف كلهم عليا، وما كرهتش الشهر الجاي نطرقوا المسمار. بس ما باين عليها التردد في وجهها. قبل ما تجاوبني دخلت ماما وماماها كيزغرتو وقالت ماما اش قالت عروستي موافقه؟ بس ما ولات واحده اخرى، حضرت راسها ودارت فيها حشمانه، وهي تقول اللي درتوها خالتي هي اللي كاينه، ودارت لعندي وشافت فيا شكان هازه واحد من حجبانها، شوفها مخلطه ما قدرتش وقتها نفسرها، فيها تحدي وثقه بالنفس. هي فعلا بشوفتها دهشراتني من الداخل ديالي، ولكن وقتها ما تسوقتش، ما كنتش عارف اش كيتسناني. وبس ما قالت انا ما همنيش يحيى لا زينو ولا فلوسه لا كاركتيرو، قلبي مغلوق ب99 قفل، وسوارتهم ادفنوا مع اختي رانيا نهار اللي ماتت. اختي رانيا كانت الامان، كانت الحب، كانت كل حاجه زوينه في حياتي، كانت حنينه عليا بزاف ويمكن اكثر من ماما. هادشي علاش موتها اثر فيا وفي شخصيتي وحتى في طريقه تفكيري، وليت ماشي كنكره غير الزواج، وليت نكره الرجال واللي يجي منهم والمخير فيهم، ما يحركش فيا شعره واحده. فاش قال لي يا يحيى ما فيك ما يتشاف ما رضيتش، وبحكم كرهي للرجال بسبب الطريقه اللي ماتت بها اختي، ويحيى حاس براسه بزاف بحال المجرم اللي كانت مزوجه به المرحومه، قررت ندم يحيى ونوافق على زواجي المزيف منه لعده اسباب. نتهنى من الكير ماما، ونسد فوام الناس اللي كيقولوا بارت، وندير عراسيه دايز هالكلام، نحيد ديك الرغبه اللي كانت كتجيني مره مره باش حتى انا نتزوج وندير عرس نفرح براسي. والاهم من هادشي كله انتقم من يحيى لحقاش قلل مني، ولانه كيشبه بزاف غروره لذاك المجرم. قررت ندير المستحيل باش نخليه يموت على التراب اللي كنمشي عليه، ومن بعد نطلب الطلاق باش نخليه كيتحرق من بعدي. فاش دخلت ماما وخالتي في ضيله قلت لهم باللي اللي داروها هي اللي كاينه، وهزيت راسي شفت في يحيى، شوفه اختصرت فيها كل شيء. من بعد تم الاتفاق على العرس الشهر الجاي، حيت يحيى قال ماما مزروب وخاصو يمشي لكازا باش يقابل مشاريعه تماك، وخاصو يديني معاه. وليت كنخرج انا ويحيى قدامهم باش نبينوا ليهم باللي احنا متفقين ومتفاهمين باش يرتاحوا من جهتنا، وحنا في الحقيقه كنا كنتفاهموا على عيشتنا كيفاش غدا تكون تما. السيد يحيى طلب مني نوليو اصدقاء باش تسهل علينا القضيه، بحكم غنعيشوا بجوج تحت سقف واحد، وانا بكل رحابه صدر وافقت. لحقاش سهل عليا القضيه وبزاف، هادي هي القصه وما فيها. ودابا هاني لابسه لاغوب كنودع انا ويحيى عائلتنا، هما كيحسب ليهم غنمشيو لتركيا ندوزو شهر العسل، ومن بعد ندوزو لدارنا في كازا، ولكن الحقيقه غادي نيشان للدار في كازا. ماما كتعنق فيا وكتبكي، قهراتني هاد السيده من اللي كنت معاها كتقيل تبكي، فاضحاني تزوجي ما تزوجي، ومن اللي حققت ليها رغبتها كتبكي، كل شي كيعبروا عليه بالدموع، كي الفرح كي القرح. واحد خالتي فضيله كتوصي فيا وتعاود
تهلاو في بعضياتكم، ابداي تفيقي بكري وتوجدي له الفطور، راه موالف يفطر بكري وفطور على حقه وطريقه. رحمين يا فضيلة، وانتي اللي سمعك يقول ما عمرك تفرقتي معاه، وإلى ما وكلتيه بإيديك ما يأكل. السيد ملي كان برهوش وهو بعيد عليك، حتى حنانته فيك ماخداها شحال كيزيدوا فيه، ومن بعد صعوبة كبيرة أخيرا تفكينا منهم. قال يحيى، اتفقت مع بسمة على كل شيء، وهي متفهمة من ظهري تلاقيت بها، وإلا كانت غتبقى عليا ماما حتى نصدق غارق في شي زويجة، وأنا ما قاد على صداع الراس. فين كنتي؟ علاش تعطلتي؟ فين مشيتي؟ مع من كنتي؟ الحياة الزوجية بالنسبة لي بحال شي حبس، وأنا ولفت الحرية. أخرج مع هذه اليوم وهذيك غدا، هي عجابني نبدل. ما عمري طولت في شي علاقة مع شي وحدة، الوحيدة اللي طولت معها كانت شهر ومن بعد كركبتها، أما الأخرين سيمانة ما كنكملهاش معهم. داز العرس واعر، مثلنا الدور مزيان أنا وبسمة، صدقات هبيلة حتى هي أكتر مني، باغا غير تفك من غير ماماها. وصلنا للدار ووريت البسمة بيتها، ومشيت لبيتي طحت كاو، ما فقت حتى الغد ليه، كنت عيان بزاف. فقت دوشت وخرجت نقاد شغلي، دوزت الشهر الاول ما كان لقاش الوقت باش نحك حتى راسي، كان فيق على النبوري وكان رجع في نصاصات الليل عادي، حيت مازال اموري ما مستقراش في المغرب. في هذا الشهر الخدمة كانت كتيرة بزاف، الإجراءات والمقابلات مع الناس اللي غيخدموا معايا، وأنا في الخدمة عسكري، ما كاينش اللعب، كتستاهل غتخدم معايا، ما كتستاهلش ما تضيعني ما نضيعك. ومن بعد ما قديت كل شيء الحمد لله ربي يستر ليا، والأمور في الشركة غادة مزيانة. أما بسمة ما لقيتش معها المشكلة، متفاهمين بحال ليلى صداقتنا عمرها 20 عام، فوقت ما احتاجت شي حاجة كتعيط ليا باش نصيفطها ليها، ما مقصرش من جهتها، وحتى هي ما مقصراش. وقت ما جيت كنلقاها جامعة الدار كتشعل بالمقاوة ومجدة ليا الماكلة، وحتى من حوايجي كنلقاهم صبنين ومصلوحين، بيتي كنخليه مرون، وكنجي كنلقاه مقاد ومرتب ومتيول. شي مرات كنلقاها كتفرج كتسناني نتعشاو بزوج، ومرات كنلقاها ناعسه ومخليه ليا عشايا، وفي الصباح ديما فاش كنفيق كنلقى الفطور، وليت كنحس بوجودها مهم بزاف في حياتي. وحتى الماكله ديال الزنقه ما بقاتش كتعجبني، اطيابها بنين بزاف الواحد الدرجة ما كتصورش، وكل مرة كنلقاها دايرة شهيوة، صدقات كطيب من داكشي. ما عرفتش اشنو وقع عليا، ولكن الى ما كليتش من طيابها كنحس براسي جيعان، واخا ما عرفت شنو كناكل، وقيلا سحراتني. ومن بعد ما استقرت الاوضاع في الشركة ما بقاش عليا الضغط بزاف، وجا وقت الزهو شوية شحال ما زهيت. عندي صاحبي سميتو علاء، حتى هو عنده شركة ديالو هنا في المغرب، كان قرا معايا في فرنسا، والعلاقة بيناتنا ما تقطعاتش، شلا زبايل دوزت انا وياه، واليوم من بعد الخدمة مشيت لابوات انا وياه، زهينا شوية مع شي بنات، وطلعنا لابارتومون اللي داير انا وعلاء خصيصا لهاد البلانات، دوزنا ليلة زاهية، ما رجعت للدار حتى للربعة الصباح، ومعاكي دخلت سمعت بسمة كتبكي، مشيت لعندها لبيتها لقيتها صفراء وحالتها حالة، شادة في كرشها وكتبكي. ما نكرش خفت عليها بزاف، أول مرة كنشوفها في هاد الحالة، وأول مرة غنخاف على شي وحدة. قلت ليها بسمة مالكي،
شنو كيضرك؟ بس ما كتبكي أم زيرة على كرشها، بانت ليا كتألم بزاف. ما زدتش معاها الهضرة، هزيتها باش نديها لكلينيك ونمشيو عند بسمة. بسمة كتقول من بعد ما مشينا لكازا يحيى ما ضيعش نهار واحد في التفاهات، سبق خدمته هي الأولى، وقف على شغله ووقف شركته على رجليه، أما الدوران والزهو ما كانش لاقي ليهم الوقت نهائيا، كرشو وكان كيسمح فيها. فأنا قررت نستغل هذه النقطة. غتسولوني كيفاش؟ غنجاوبكم. كاين مثل مشهور كيقول أقرب مكان لقلب الرجل معدته. غتقولوا لي يا يحيى زهواني وما يتسوقش لهذا الشيء، مولف بالريستورات. غنقول لكم هو فعلا مولف بالريستورات وماكلة زناقي وبنات الليل، ولكن ما تنساوش دوز عمره كله بعيد على ماما، ومفتقر لوجود مرأة في الدار طيب ليه وتنقي ليه وسخه. اللي كان مخوفه في الزواج هو داك قوة الأسئلة، فين مشيتي، مع من كنتي، هاد الشي كيخنقه. أنا ما غنسول وما غنقرب ليه، غنلعب ليه على هادو النقطة، نخليه يولف وجودي في الدار، خاصو يحس وجودي في الدار مهم بزاف، وغدا نصهر على راحته. والدار خاصها تولي تسوى بسمة، إلا ما كانتش بسمة ما يلقاش الراحة. باختصار نكون بسمة حياته وبلسم جراحه. ونقطة أخرى، أحسن حاجة في هاد الدنيا تلاقي شي حد مهتم بيك، كيقدر الإنسان ما يلاحظش داك الاهتمام في الأول بحكم كيولفه، وكيولي بالنسبة ليه عادة ما يحيدها ليهش الطبيب، ولكن غير داك الاهتمام ما كيبقاش، أو بمجرد كينقص كيبغي داك الشخص يجهل، وكيولي هو تابعك باغي يرضيك بشتى الطرق، غير ترجع معاه كيف ما كنتي ويرجع اهتمامك به. وهذا الشي اللي قررت ندير مع يحيى، غنغرقه باهتمامي الكبير تحت ستارة الصداقة اللي اتفقنا عليها، ومن بعد نقطع عليه الموضوع. هاد الشي كامل باش يتعلم يقلل مني ويقول لي يا ما فيكي ما يتشاف. غندمو مزيان على حساب ما عاود ليا واحد المرة القلب ما عندوش، ولكن الحقيقة ما كيعطيش الفرصة لحتى شي وحدة باش تقرب ليه بزاف، جهدو شي ايامات ياخد غرضو منها وكيرميها. البنات بالنسبة ليه غير اجساد، اما كانسان وروح ما مسوقش، وهذا الشيء حتى هو غدا نلعب عليه. انا بالنسبه ليحيى بعيده كل البعد على شهواته الحيوانيه، ولكن قلبه اقسم بالله حتى نخليه ينبض غير على قبلي، وغنخليه يتشهاني بطريقه مختلفه، ماشي باش يرضي غريزته، وانما باش يعيش معاه نشوه الحب. وفعلا هاد الشي اللي درت. زيادة على هاد الشي كنت ديما كنحلم بالاستقرار، تكون عندي داري بوحدي، نتهلا في داري ونخليها كتشعل، وعندي هواية ديال الطبخ. وانا في هاد المدة ضربت عصفورين بحجر، حققت لنفسي الرغبة ديالي وحتى هوايتي، ونفس الوقت انتقامي اللي كنت مستمتعة به بلا قياس. كنت كل نهار كنجرب الوصفات ديال المأكولات، مرة المغربية ومرة العالمية، الحاجة اللي صدقات كنخليها حتى كيجي يحيى ونحطها له في العشاء، واللي ما صدقاتش كنت برع بها للطارو الزبر. وبطبيعة الحال السي يحيى هو الراعي الرسمي، اي حاجه كنت كنحتاجها كنصيفطها له في ميساج، وكانت كتوصلني حتى للدار مع الشيفور د الشركه. كل مره كان كيجي يحيى للدار بالليل كنت كنلاحظ في عينيه اعجابه بماكلتي وحتى الفرحه،
وكان الارتياح كيبان واضح في وجهه. شكون بحاله؟ كان عايش عيشة زوافرية حتى حاجة ما مقادة، واليوم كل شي ولا مقاد وزوين. واليوم معرفتش يحيى علاش تعطل، جهدو الوحدة الليل قاع إلى تعطل، وأنا جاتني لي غاقل كتمحني، وحتى الدول اللي كندير ليها ما بقاش. حاولت نعس باش ما نحش بالآلام، ولكن والو، الحريق غادي وكيتجهد عليا. صبرت حتى عييت وصونيت ليه، والو ما كيجاوبش. الحريق بزاف كان تقطع بحال لا الى غدا نولد. وليت كنبكي وشاده كرشي ومزيره عليها وكنبكي، هداش نزيد خطوه لقدام. ديك الليله دزت من العذاب، ما جا يحيى حتى صافي وليت كنشاهد. سمعت الباب تحل وبغيت نعيط له، سميتو ما بغاتش تنطق ليا مع الحريق، عاطيها غير اللبكة. وجا لعندي شافني واتخلع، بان على وجهه خوفو عليا وسولني مالكي. ما قديتش نجاوب، هزني بحال شي بنت صغيره باش يديني لاكليني. ما بغاش يتحلى صونسو، عنقتو بالجهد وخشيت راسي في صدره، وايدي غرزتهم فيه مزيره عليه، يمكن حس بيا كنتقطع. هبط بيا مسكين في الدروج، وحنا في سانكيام ايطاج، اول مره غيكون قريب ليا لهاد الدرجه. حسيت بدقات قلبه، نفسه كيفاش كيتنفس بصعوبه، واش من الدروج واش خايف عليا، ما عرفتش. المهم كانت اول مره غدا نحس باحساس زوين تجاهه، اول مره ما نحش براسي باغا ننتقم بشده. اشنو ابسمه؟ السحر نقالب على الساحر. قال يحيى، فاش شفتها في ديك الحاله كتبكي ما شعرتش براسي انت هزيتها وجريت بيها، ولا كيبان ليا غير لاكلينيك. ما بغاش يتحلى صونسو، ما صبرتش هبطت بها في الدروج، انا اللي كان عجز نهبط فيهم، وكنت حريص ناخد داري في موبل فيها لاسونسور. وليت هابط من سانكيام ايطاج على قبل وحده جمعتني بها مسرحيه، ما عرفتش علاش هاد الخوف كله عليها. المهم هو نزرب نديها باش يديروا شي حاجه تخفف عليها، وانا هابط في الدروج حسيت بها كترعد وشاده فيا بالجهد بحال شي دري صغير خايف. ما عرفتش راسي كي درت حتى وصلت بديك الزربه، دخلتها المشفى وتسنيت حتى تخرج عندي الطبيبة تقول لي مالها. في الوقت اللي كانت الطبيبة كتفحصها هزيت ايدي نمسحها على وجهي حتى كنشم ريحة طيرات لي العقل. ايه هي نفس الريحة اللي شميتها فيها وانا هزها. الله على ريحة فيها شحال كتحمق، عمري شميتها عند شي واحدة. بديت كنرجع السيناريو ديال راسي هزها وكنجري بها بالعقل، وكيفاش كانت قريبة لاصقة في صدري ومعنقاني ومزيرة عليا. حسيتها قريبة ليا ماشي غير بالجسد وإنما روحها، حسيتها مني. وخرجت الطبيبة قلت لها مالها شنو عندها، وهي تقول الطبيبة غير العادة الشهرية كتجيها بالحريق بزاف، راه دقيت ليها برا ودابا راها شويه وغتولي لاباس. انا معجب قلت العاده الشهريه كدير هاد الحاله كلها، وهي تقول الطبيبه لا حسب كل وحده، كاينه اللي ما كيجيهاش الحريق، وكاينه اللي كيجيها الم خفيف، وكاينه اللي كتمحنها بحالها تماما. قلت اه شكرا بزاف، نقدر ندخل عندها؟ قالت الطبيبة اها. دخلت عندها ولقيتها نعسات، ملامح وجهها بانو كيحمقوا وهي نعسة. كنت كنشوف فيها حلا الى اول مرة غنشوفها، بانت زوينة بلا قياس، نعسة وما حساش بهاد العالم، نعسة بعد الالم والحريق. اخيرا لقات الراحة، كنت اول مرة غنشوفها نعسة. ومشيت شديت في ايديها، حسيت احساس في شكل
ما بغيتش نطلقهم، حتى إيدياتها كيحمقوا ناعمين ورطبين، وصبيعاتها زوينين، دايرة ليهم مانيكير، والخاتم اللي لابسة جا كيحمق في إيديها، وأنا شد في إيدها وبديت كنبتسم غير راسي حال شي هبيل، وكنقول دابا هاد الصبيعات هما اللي كيوجدوا ليا ديك الماكلة، دابا عاد فهمت علاش كتجي بنينة. شعرها هبلني هابط رطيطب ومبوكلي من التحت، كان كيبان زوين بزاف، ما شعرتش حتى لقيت راسي كنلعب ليها بشعرها، وشوية كنبوس في يديها. اويلي اشنو كدير يا يحيى حتى لهاد الدرجة؟ جمعت الوقفة وخرجت على برا لنصدق في شي حاجة اخرى، اصلا ما بقيتش مستوعب راسي، ما عمرني كنت هكا، غير الله يخرج بلاي مع بسمع على خير. سولت الطبيبة واش تقدر تخرج، وهي تقول تقدر تمشي دابا. قلت ليها ولكن راها ناعسة، واش الدواء اللي عطيتيها كينعس؟ قالت لا، غير كي حيد الحريق، هي غدا تكون عيانة، غير حيد الحريق وهي تغفى، تقدر تفيقها وديها. انا بقات فيا ما بغيتش نفيقها، وقلت ليها لا غير خليها ناعسة، وهي تقول الطبيبة غير تحسب عليك خلاص بياتها. قلت ليها ماشي مشكل، المهم هي راحتها. بقيت جالس على برا حتى طلع الصباح، وحتى فاقت على راحتها، ما فاقت حتى ال11. قالت ما حسيتش براسي امتى نعست. قلت ليها المهم نعستي مزيان؟ قالت اه، تقول رحمة ربي نزلت عليا. قلت ليها واخا تسني، انا غنمشي نخلص وندوز عند الطبيبة تكتب ليك شي دواء باش تولي تاخديه. بس ما نزلت راسها حشمات، وقلت ليها بس ما عندك علاش تحشمي، هاد الشي راه عادي. ومشيت عند الطبيبة وكتبت ليا واحد الكينة. خلصت لاكلينيك وفي طريقنا للدار ما نسيتش الكينة، دزت خديتها ليها. وصلنا للدار وقلت ليها بس ما وجدي راسك نخرجو، من نهار جيتي عمرك ما خرجتي، انا اليوم عارض عليك نتغداو على برا. غمزتها ومشيت ندوش، زربت عليها ما خليت ليهاش فرصة باش تجاوبني. هي تفاجأت، اما انا ما عرفت اش وقع ليا، فرحان حيت غنخرج معاها. بس ما قالت اويلي استغفر الله العظيم، واش انا كنحلم ولا بالصح؟ دابا هذا علاش كيتصرف معايا هكا؟ ياك ما بنتلو في بلان ليلى، يدير فيا ما بغى ويقلب، والله لا كانت ليه. اجي لهنا واش نسيتي راسك؟ اصلا انتي كنتي كتصرفي على اساس طيحيه فيك، وقيلا نجحت الخطه، ما يحساب ليش انت ساهل لهاد الدرجه. الا كان بالصح وليت كنعجبو ومهتم بيا، دابا عاد غيبدا اللعب ديال بالصح. مشيت لبيتي ودوشت وحطيت كريم باش تبقى ريحه جسمي زوينه، نشفت شعري وقديته ولبست حويج واعرين يبينوني مفصله، وخرجت للصالون. قلت حتى لقدامه عاد نلبس المونطو، كيف خرجت لقيت واجد كيتسناني، حل فيا فمه دهشرته وما كنزيدش فيه، جيت فعلا غزيوله، طلع فيا وهبط وباين على عينيه الاعجاب، وقال فين كنتي خازنه هذا الزين كله؟ قلت لي ما خازنه والو، انت اللي ما كتشوفش. وهو يقول عندك الحق، الوقت كله قدامي وما رديتش البال. قلت لي سير لعند طبيب العينين وشوف الديفو منين. ضحك وقال ما كاين لاش دابا، وليت كنشوف 10/10. مشينا، قلت لي يلا. حل باب الدار وقال لي يا تفضلي صواب زعما، وسد الباب وسبقته لاسانسور، جاء وعينه مفيكسيها عليا ما حيدهاش، اطنى للطوموبيل وحل لي الباب،
وقال: تفضلي أمدام يحيى العلاوي. شدتني الضحكة، حبستها بزز. آويلي، واش هذا نسى باللي أنا باقا مدموزل وباللي أنا ما دامته غير في الوراق؟ ما علقتش على هذا الكلمة، أصلا بغيتو يصدق راسو. وحنا في الطريق وسط زحام كازا جبدني بالهضرة: موالفين كنمشيو ساكتين. قال: شنو البارفان اللي كدير؟ واعر بزاف، ما عمري شميت بحالو. قلت له: البارفان ديالي سكري، كنقادو راسي. يحيى متفاجئ وقال لي: ويلي على كتقاديه؟ قلت له: اها كنقادو. وهو يقول: كيفاش كديري ليه؟ قلت ليه: هاد الشي سر ديالي. وهو يقول: اياك عليا انا. ضحكت وما جاوبتوش. وفعلا البارفان ديالي خليط من ثلاثة ديال العطور، بقى كيجبد معايا الهضره من موضوع لموضوع. المهم ادهلته ديال بالصح، فين ما هضرنا كنوريه شطارتي، فاهمه في كل شيء. فاش ما جانا سياسه، اقتصاد، كوره، كل شيء. وصلنا للريستو وتغدينا، وفاش كملنا قلت له: يحيى انا غادا للتواليت. مشيت قديت الميكاب ديالي، وملي كنت راجعه خرج فيا واحد بوبوس بزاف، ولكن الصراحه يتبوبس حتى يحيى ما يبانش قدام يحيى حيت كيهبل بالزين. قال البوبوس: سمحي لي يا انيسه. قلت ليه: ماشي مشكل. وبان لي يا خونا عجبته، انا غادا وهو تابعني. فاش قربت للطابلة فين جالسين درت عندو قلت له: شي حاجة؟ قال لي: الصراحة بغيت نقول لك خلي لي النمرة ديالك وخفتك تقلقي. مازال السيد كيهضر حتى وقف يحيى وسطنا، حمر فيه عينيه وقال لي: سير طلب النمرة من عند شي وحدة ديال راسها، هادي راها المدام ديالي. شدني من ايدي وجرني وهز المونطو ديالي وقال لي: لبسيه. لبسته وحاود جرني وخرجنا على برا. ما هدرته ما هدرني. وصلنا للطوموبيل وقال لي: شفتك عاجبك الحال يوقف عليك، انا ما معمرش لك العين ولا شنو؟ بغيت نفقصه وانا نقول ليه: يحيى الا نسيتي نفكرك، انا وياك بيناتنا مارياج بلون.